بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. عايز أتكلم مع حضراتكم النهاردة، أو عندي أمور كثيرة جدا أتكلم فيها مع حضراتكم. عندي كلام فيما يخص اتحاد كرة القدم المصري، وأين مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. ولكن قبل ما أبدأ كلامي عن اتحاد كرة القدم، أنا عايز أتكلم وأنا هنا هدخل مباشرة في كلامي عن هذا الأمر، لأنه أمر هام جدا ومهم أن أنا أتكلم فيه. خوان كارلوس أوزوريو أو أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، الكلام اللي أنا هقوله اللي جاي ماليش علاقة إن هو المدير الفني لنادي الزمالك. أنا هنا بتكلم عن مدير فني أجنبي موجود في مصر وبيتكلم عن مصر. مرة تانية، أنا هنا ما بتكلمش عن المدير الفني لنادي الزمالك، ولكن أنا هنا بتكلم عن مدير فني أجنبي بيتكلم عن مصر وهو موجود في مصر. أنا بتكلم عن مدرب أجنبي مرة تانية جاي يشتغل في الدوري المصري. ماليش دعوة بطريقته وبأسلوبه مع الصحفيين. الصحفيين أكيد عندهم نقابتهم يلجأوا ليها لو كانوا حاسين إن كان هناك أي تجاوز من جهته، ولكن دي حاجة تخصهم ما تخصنيش. ولكن أنا هنا هعلق على نقطة، ونقطة مهمة جدا. مؤتمر صحفي لمباراة في الدوري المصري، ازاي هنا مدرب يقول انا عايز هنا بس الصحفيين اللي عاوزين الزمالك يتحسن، او اللي عاوزين فرقتي تتحسن، واللي مش عايز كده يا ريت يخرج. هو ازاي يعني الكلام ده؟ هو ده مش مؤتمر داخل نادي الزمالك بالمناسبة، ده مؤتمر في مسابقة الدوري المصري، واي صحفي من حقه يكون حاضر، وأي صحفي من حقه أنه هو يسأل زي ما هو عايز طالما السؤال في إطار المباراة. دي وجهة نظري بالمناسبة. اللقطة الثانية، عندما تتكلم عن كرة القدم المصرية يجب أن تقف احتراما لكرة القدم المصرية. لا يمكن أو ما ينفعش أن أنت تتكلم بهذا التهكم الواضح على كرة القدم المصرية. يعني ايه يتقال ان كرة القدم المصرية اخر 30 سنة ما قدمتش شيء لكرة القدم؟ هو ازاي يعني الكلام ده؟ مرة تانية، انا ماليش علاقة بنادي الزمالك، انا بتكلم عن مدير فني اجنبي موجود. هو حضرتك اللي بتقوله ده متابع للكرة في العالم زي ما بتقول؟ هو انت ما شفتش منتخب مصر عمل ايه في اخر 30 سنة مثلا؟ بلاش منتخب مصر، هو ما شفتش النادي الأهلي في آخر 30 سنة عمل إيه؟ معذور، قد تكون معذور، ولكن عشان أنا متأكد إن أنت ما شفتش نادي كولومبي بيروح كأس العالم للأندية، فما شفتش وما تعرفش. بس كمان ما شفتش منتخب مصر وهو بطل لكأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية بإنجاز اتكلم عنه العالم كله. وحضرتك ما شفتش منتخب مصر بيوصل نهائي كاس الامم الافريقيه 5 مرات بيكسب منهم 3؟ فاكرين جون حمص، محمد حمص نجم النادي الاسماعيلي في كاس العالم للقارات لما كنا بنلعب ايطاليا وكسبنا ايطاليا 1-0 بهدف محمد حمص؟ ايطاليا والعالم واوروبا والعالم كله اتكلم عن منتخب مصر. ما شفتش منتخب مصر واللي عمله مع البرازيل في هذه السنة 4-3 بكرة يعني زي ما حضراتكم فاكرين؟ ما شفتش مصر وهي بتقدم للعالم موهبة وصلت لمنافسة رونالدو وميسي، وده بشهادة الفيفا من جوائز ذا بيست، ولما صلاح يكون من أفضل 3 لعيبة في العالم؟ ما شفتش إنجازات محمد صلاح مع ليفربول؟ ما شفتش مواهب زي تريزيجيه، زي النني، زي مصطفى محمد؟ ما تعرفش ان منتخب مصر في يوم من الايام كسب المكسيك في اخر 30 سنة برضو بالمناسبة، كسب المكسيك او تعادل مع المكسيك، انا اسف، 2-2 في كاس القارات اللي كانت في المكسيك؟ اعتقد ان دي كانت لسه بداياتك يعني.
انا هنا بتكلم عن منتخب مصر فقط. طب ما شفتش اخر 30 سنه لما النادي الاهلي بياخد ثالث العالم 3 مرات وبيتفوق على كل فرق القاره اللي حضرتك جاي منها؟ ما شفتش الاهلي تاني اكتر انديه العالم بعد ريال مدريد حصدا للبطولات القاريه؟ لما تيجي تفتح وتعرف تسمع هذا الكلام على جوجل، لما تبحث عن جوجل كده مين تاني او مين افضل 3 انديه فوزا بالبطولات القاريه في العالم، هيطلع لك رقم 1 ريال مدريد، رقم 2 النادي الاهلي من مصر، 3 الميلان ايطاليا، ريال مدريد اسبانيا، الاهلي مصر، الميلان ايطاليا. ما شفتش الاهلي وهو بيكتسح القاره الافريقيه بالطول وبالعرض اخر 30 سنه؟ حضرتك طالع تقول هنا انا هتكلم عن مدرب الزمالك، طالع تقول ان الاهلي كسب الزمالك وبيكسب بضربات ثابته. هو واضح ان حضرتك ما شفتش المباراه. وليك حق ان انت تقول ان انت ما شفتش حاجه في اخر 3. كده انا فهمت. كده انا فهمت. وبعدين بما ان حضرتك رجل عالمي كده وبتنظر فقط للعالميه، يعني ما شفتش ريتشارلسون نجم البرازيل وتوتنهام الانجليزي امبارح؟ امبارح مش من شهر، امبارح. حاجه بسيطه جدا على فكره، هي قد تكون حاجه بسيطه جدا ولكن لها دلاله عالميه. هذا اللاعب لاعب توتنهام الانجليزي نشر احتفال لعيبه النادي الاهلي على صفحته، لانه كان بيعمل زيه او هو اللي بدعه يعني على صفحته الشخصيه على انستجرام، وهي رقصه البومبو. محمد صلاح النهارده برضه ماسك البط. قبلها بعد التتويج ببطوله افريقيا امام الوداد برضه حاجه لها دلاله بسيطه جدا، اغنيه ساتالانا اللي ما كانش حد يعرفها، انا اسف، لفت العالم كله، وازاي بقت ترند عالمي وانديه كتيره جدا احتفلت باغنيه، ومنتخبات مش انديات، مش انديه فقط. طيب خليني اقول لك ان في الكونكا كاف في المكسيك الناس هناك احتفلت، اعتقد بعد ما المكسيك اتغلبت من قطر، قطر احتفلت بهذه الاغنيه. الحقيقه انا بستغرب جدا جدا من ان احنا، لا امبارح الناس تقول لك ايه اصل الوسط الرياضي في مصر، لا الوسط الرياضي في مصر وسط رياضي محترم، وسط رياضي ما فيهوش غير نقطه سودة فقط معروفة. امبارح، النهاردة، أو يعني أنا سمعت، يعني أنا شفت الكلام ده النهاردة الحقيقة على السوشيال ميديا، تصريحات أوزوريو أو أوسوريو. فالحقيقة أنا استغربت جدا من هذه التصريحات. لا يصح مثل هذا الكلام. كرة القدم المصرية حاجة كبيرة جدا في العالم كله، في أفريقيا وفي الوطن العربي، عايز تقول في العالم قول برضو، ليه لأ؟ عندنا بعض المشاكل، عندنا بعض المشاكل، ولكن احنا بينا وبين بعض انا اقطع في الزمالك والزمالك يقعد وهنا وهنا، ولكن لما نيجي نتكلم عن مصر وعن كرة القدم والرياضة في مصر لازم تبقى عارف ان منتخب مصر زي ما حضرتك بتقول اخر 30 سنة ايه اللي عمله منتخب مصر. قبل ما تطلع تتكلم تقول اي حاجة لازم تبقى عارف، اقرا منتخب مصر عمل ايه، النادي الاهلي عمل ايه، بقية الاندية اللي موجودة في نادي تاني عملت ايه. اوعى تصدق ان انت جاي تعلمنا الكوره هنا. انت مدرب كبير وليك اسمك وكل حاجه، ولكن في النهايه الرياضه وكره القدم في مصر لها تاريخ كبير، ومصر عندها ارث كروي كبير جدا. لا يصح مثل هذا الكلام، وجهه نظري وانا بقولها بمنتهى الود والاحترام، ماليش اي علاقه باي حاجه هنا، والله انا لا اقصد نادي الزمالك في اي شيء، لانه وجهه نظري ان هذا الكلام يقلل من النادي الزمالك، او وجهه نظري، مع انا اسف، نادي الزمالك نادي كبير واخد بطولات من قبل اوسوريو ومن قبل اوزوريو ومن قبل الكلام ده كله. فلازم لما تيجي تتكلم تبقى واخد بالك من الكلام، وتعرف طالما بتتكلم في كره القدم المصريه يجب ان يكون هناك احترام، اتكلم في اللي يخصك انت زي ما انت عايز. انت احسن واحد وافضل واحد واعظم واحد، ما حدش هيقدر يتكلم.